فيك إيمان، ويا هلا فيكم مشاهدينا في بداية الأسبوع. إن شاء الله يكون بداية أسبوع جميل وحلو، وأرحب فيكم أكيد من برنامج سيدتي. موضوعاتنا كثير حلوة اليوم ومشوقة، لكن خلوني أبدأ معاكم بهاشتاج سيدتي اللي راح يستمر معاكم طوال شهر أكتوبر عشان تشاركونا فيه برسائلكم عن سرطان الثدي. رسالتنا اليوم راح تقدمها لنا الناجية من سرطان الثدي عبر الهاتف، هي أستاذة هويدة جمل الليل. يا هلا وسهلا فيك أستاذة هويدة. أهلين، أهلا وسهلا. يا هلا أستاذة هويدة. هويدة هويدة. أستاذة هويدة، بداية حابين نقول لك الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك حبيبتي. أستاذة هويدة، نتمنى أن أنت تحكينا كيف كانت قصتك وكيف هي حكاية نجاتك، يعني عشان الناس يعرفوا. طبعا مساء الخير إيمان وأسرار. مساء النور. يسعدني أني أساهم بحلقة يعني أنا بنظرتي مهمة جدا، لأنه إلى الآن المعلومات المتوفرة عن مرض سرطان الثدي لسه محدود، رغم المجهود اللي بتبذله وزارة الصحة أو الإعلام أو المجهودات الفردية زي الدكتورة سامية العمودي اللي كانت من أكثر الناس اللي وقفوا جنبي في فترة مرضي. أنا اكتشفت بحكم أني أنا أصلاً مجالي في الطب، متخصصة، كنت في قسم المختبرات، كنت دائماً بداوم على الفحص الدوري وبأفحص نفسي كل شهر، واكتشفت وجود ورم بسيط في صدري. أسرعت طبعاً للدكتور مجرد ما حسيت التغير اللي حصل في صدري، والدكتور طلب خزعة فورا، وتحدد يوم انهم يبلغوني نتيجتها. بس ما اخفيكم، انا كنت عارفه النتيجه بحكم خبرتي من قبل ما يبلغني هي الدكتور، اللي حاول لانه هو صديق انه يجمل الخبر، بس انا قبل ما يبلغني انا عرفته. اذا انت عندك خبر حسيتي بالموضوع؟ طبعا، لانه مهم جدا، وهذا الشيء اللي يفتقر له الكثير من نسائنا، الفحص الشهري صدرها في فترة معينة من الدورة اللي هي تابع يوم الدورة، قوم بالفحص الذاتي. ما تحسي معرفتك بذا الشيء شوية ساعدك أستاذة هويدة؟ أكيد أكيد ساعدك. هو اللي ساعدني وهو اللي خلاني دائما حريصة أني أفحص نفسي، رغم أنه ما في عندنا يعني تاريخ في العائلة للإصابة، لكن منطقتنا السعودية هنا والمنطقة العربية عامة بنشاهد تزايد نسبة الإصابة بمرض الكانسر أو السرطان، فلازم يكون عندنا كلنا دراية كيف نفحص نفسنا وكيف نكتشف المرض مبكرا، لأنه كل ما نكتشفه مبكرا كل ما يكون أسهل علاجه أسهل. صحيح بالطبع. طيب أستاذة هويدة، مين أول أحد عرف بمرضك، أو مين أول أحد وقف معك في هذه الفترة الصعبة من حياتك؟ يعني طبعا أول واحد عرف هو زوجي، هو اللي عرف الخبر، والحقيقة يعني سندني وقف معايا. وبعدين كيف استقبل هذا الخبر؟ تفضل. كيف استقبل هذا الخبر؟ هو في الأول ما كان مصدق، وقال لي إنه أنت عشان عملك في هذا المجال مخليكي تتصوري أشياء وتتخيلي أشياء. طبعا الإنسان بطبيعته بيرفض التصديق الواقع، لكن لما الدكتور أكد طبعا سلم بالأمر. وأختي كانت ثاني واحدة بلغناها، وأخويا ما قدرنا نبلغ الوالد في وقتها لأنه كان تعبان، فما كنا يعني عايزين نخضه في الموضوع. عرفنا بالتدريج الله يرحمه، طبعا هو توفى من سنتين. والحقيقة كمان لقيت السند من صديقاتي الطبيبات، يعني سواء الدكتورة سامي العمودي أو الدكتورة فاتن السايس، كانوا واقفين جنبي وساندوني تماما في الموضوع. يعطيهم ألف عافية. طيب أستاذة هويدة، أبغى أعرف إيش الرسالة اللي تبي تقدميها للنساء بخصوص هذا الموضوع، تتوقع أنه ممكن تفيدها لا سمح الله إذا كانت بتعاني من نفس الشيء اللي عانيتيه؟ الرسالة أني أبغى أفهمهم أن السرطان ما هو مرض خطير أو قاتل، يعني يمكن اللي بيموتوا بالسكر أو بالحوادث أكثر بكثير من اللي بيموتوا من السرطان، والسرطان مرض يمكن التغلب عليه في حالة اكتشافه مبكر، لأنه أبحاث فيه مستمرة
ودائمة، وصراحة كل سنة بيخف العلاج وبيكون أسهل. يعني يمكن اللي تعالج التوعية، أتوقع التوعية بتساعد على هذا الشيء. طبعاً ما في شك، وبعدين كل ما يكون الاكتشاف مبكراً كل ما بتكون موضوع العلاج أسهل. صحيح. كل الجرعات. في ناس أحياناً ما يحتاجوا الجرعات حتى، لكن كل ما نكتشفه متأخر أو نخاف من العلاج ونحاول يعني نرفضه، لأنه أنا أعرف حالات رفضت العلاج أدى ذلك إلى الوفاة. لكن حوالي 90% من اللي بيتعالجوا وبيكتشفوا المرض مبكرا بيعيشوا بعد كده حياة طبيعية. صحيح. وخلاص بيشفوا من المرض وما عندهم أي مشكلة بعد كده. صحيح. لو مارسوا حياتهم بطريقة طبيعية. صحيح. أستاذة هويدا جمل الليل، شكرا لاتصالك في برنامج سيدتي، شكرا لك. العفو حبيبتي، هلا وسهلا. مشاهدينا، ومن رسالتنا الوردية رح ننتقل لفاصل، لا تروحون بعيد لأن فقرة سيدتي باقي مستمرة. في سيدتي بعد الفاصل، مجموعة متعافي السرطان تحكي قصص المتعافين الذين خاضوا رحلة صراع مع مرض السرطان وعاشوا رحلة العلاج بكافة تفاصيلها وآلامها.